السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، my dear brothers and sisters, I welcome you all to this special night where we gather here in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. So we remember Allah subhanahu wa ta'ala, we listen to His words, Kalamullah, the Quran, and also we remember His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whom Allah subhanahu wa ta'ala has sent as mercy for mankind. We are delighted tonight to be joined by our beloved Imams and special guests here in Adelaide, and also we have special guests from Melbourne and Sydney who will be participating with us through recorded video, inshallah. My brothers and sisters, inshallah, this program will run between Maghrib and Isha, and then it will continue after Isha prayer as well. So inshallah, you stay with us. Without further ado, I'd like to invite Sheikh Amin, the head of the South Australian Imam Council and the Imam of Masjid Al Khalil, to start our program with a beautiful Quran recitation. Tafaddal Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صدق الله العظيم. الله الأنفاس. بارك الله فيك شيخ أمين. And now I'd like to invite Sheikh Riyad to give a welcoming talk inshallah. تفضل شيخ رياض. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بسادتي ومشايخي الأئمة الكرام فضيلة الشيخ أمين أبو سماحة رئيس مجلس الأئمة في جنوب أستراليا وإمام مسجد الخليل وبشيخنا الجليل الشيخ عبد السلام عالم عضو مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي وإمام مسجد أبو بكر الصديق في وندانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم الطيبة والمباركة في هذا البلد، ونرحب بالسادة الحضور، نرحب بكم جميعا إخوة وأخوات في هذا الحفل الطيب المبارك في هذه الأمسية الطيبة المباركة، سائلين المولى سبحانه أن يشملنا في زمرة أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا هنانا إن شملتنا هذه الأمسية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحلى أن نجتمع على حب الله وحب رسوله. حرمنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلا تحرمنا ربنا رؤيته يوم نلقاه. يا رب احشرنا تحت لوائه وعند حوضه، واجعلنا من زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إخواني، بعد هذه التحية نصلي ونسلم على رسول الله محمد سيدنا وقائدنا وأسوتنا وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا ودروبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأحب أن أذكر لكم هذا الحديث الشريف التي روته عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة تقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر. الله أكبر، انظروا إلى هذا الحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. ما كان يصبر على فراق النبي
عليه الصلاة والسلام: فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإني لأذكر موتي وموتك. شوف الهاجس عند الصحابة، اللهم ارضى عنهم. وإني لأذكر موتي وموتك، وأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. انظروا إلى هم هذا الصحابي، اعتاد على رؤية النبي وما كان يستطيع أن يتحمل فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتحمل الفراق، كان يشتاق إليه وهو معه، حتى في الجنة كان يخشى ألا يراه. قال: خشيت ألا أراك، إذا دخلت الجنة أنت يا رسول الله رفعت مع النبيين، وإذا دخلت أنا الجنة خشيت ألا أراك، وأين أنا من أنت؟ يعني وهكذا، وكأنه يقول: أين مقامي من مقامك؟ تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رد عليه النبي؟ لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات أو بهذه الآية. جبريل عليه السلام نزل ليبشر: يا محب رسول الله أبشر، يا أحباب رسول الله أبشروا. نزل جبريل بهذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى مبشرا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. لذلك يا أخوان، فلنختر رفقاءنا، فالمؤمن مع من أحب. يا أحباب رسول الله، إن شاء الله رفقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الأمسية أمسية في حب الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير شيخ رياض for this beautiful reminder that the hadith of Aisha رضي الله عنها narrated that a man came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and he mentioned to him, يا رسول الله, I love you more than myself, I love you more than my wealth and even more than my children, and I worry that when I die that I don't see you in the hereafter. Then at the time the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't reply to him until Jibreel alayhi salam has revealed this ayah on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that the Sheikh has narrated, which is وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. So whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala and obeys his messenger, then he will be resurrected with those that Allah subhanahu wa ta'ala has given them his bounties, among which the prophets, the as-siddiqeen, and the ash-shuhada and as-salihin. So the idea here is that we should pick, you know, who we love, and these
are the people that we will be with them in the Akhirah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to put the love of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in our hearts, and to be from those who obey Allah subhanahu wa ta'ala and obey His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So Jazakallah khair Shaykh Riyad for this reminder. And now I'd like to invite Shaykh Abdul Salam, the Imam of Masjid Abu Bakr al-Siddiq or Wandana Mosque, for a short talk about what is a true love of a Prophet sallallahu alayhi wa sallam looks like. So Shaykh, microphone with you inshaAllah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we ask His help, we seek His forgiveness. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for making us among the ummah of His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We bear witness that there is no one worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, having no partners. We also bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His servant and His last messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, upon his entire household, his honorable companions, and all those Muslims who truly love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam until the day of judgment. My dear brothers and sisters in Islam, being here tonight with you in one of the house of Allah subhanahu wa ta'ala is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. It is one of such ni'mah that cannot be described in simple words, because it is the blessing within blessing and within blessing. Blessing of the hidayah, the guidance that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us as a gift, and the blessing of being in one of the house of Allah subhanahu wa ta'ala to express our love for Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And also a greater blessing is that being among our brothers in Islam and sisters in Islam. Because without understanding this blessing, without appreciating this blessing, we won't be able to really talk about the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And please forgive me, because whatever I'm going to say about the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will never satisfy, will never give the rights of Prophet sallallahu alayhi wa sallam on us. We won't be able to really talk about the love and express our love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in one gathering, in a short speech. But it's just a drop from ocean. We will only talk about something, the things that which our predecessors, the Salaf, the Ulama, companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who really express their love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the ulama who have followed their teachings, their examples. And we are just a small part of this ummah, that we try also our best to be part of this ummah through our words, only asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept us among those whom they loved Allah, whom they loved the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then Allah subhanahu wa ta'ala accepted them in the list of those who are loved by Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, the topic itself requires us to reflect the love.
Because the understanding of love is very different. It differs from person to person, from people to people, from occasion to occasion. And the love does not have a specific definition that one can say in few words or in few sentences that this is the definition of love. Because each person's expression or definition of love could be different from others. Sometimes someone's love would be about something that he desires for. It could be something that he wants to eat. It could be something he loves to drink. It could be something that he loves to see. It could be something that he loves to hear. It could be related to the five senses, or it could be something that person cannot describe. It varies. But when it comes to the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, bring all the definitions of love in the whole world, written, talked, shared, expressed about a person, about something, all those loves combined, putting together all of them, you apply it to the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Still with that all, we won't be able to express our true love to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the only way that Allah subhanahu wa ta'ala gives us solace, tranquility, when we feel that we, our love for the Prophet is something we want to express, but we can't. Allah says, Sallu ala nabi. Just send your salutation, your salawat to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That will suffice you. That will give you satisfaction by expressing our love to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Not only we fulfill our iman, which is part of our iman. Without the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we won't have right to call ourselves believers. And until we express our love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the level of love must come above the love of all things in the whole world. Like the Shaykh Riyadh beautifully put that expression of love by a companion to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this companion expressed his love. He said, Ya Rasulallah, I love you. Yes, I love you more than anything. When I am at home with my children, suddenly I think of you. And I miss you. And I won't feel comfortable until I come to you and see you. That's something that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given. A special gift by Allah subhanahu wa ta'ala, because they were able to see him when they wanted to see him. But they were still not satisfied with the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But us, we don't have that level of satisfaction. But we do have the real hope that inshallah, through our love, we will achieve that something which is missing in us now. We will achieve that, we will fulfill that, and we will gain it by the will of Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala allows us to enter Jannah, and we'll see the first person at the gate of the Jannah welcoming us at Al-Hawd, Al-Kawthar, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then we can then say, yes, our love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is being satisfied. Until then, we can only talk. It's only talk, discussion, reminding, salawat, but nothing can fulfill that. So the brothers and sisters in Islam, love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is must. It's the requirement of our iman, it's the condition of our iman. But this love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam must be expressed, practiced in a way that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us. He said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Now
love of the Prophet is incomplete without the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Love of Allah alone is incomplete without the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Only when we have the love for Allah and for the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, then it is a complete love. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us that if you truly claim that you love Allah, if you claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to express that love through your obedience, through your following to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then only you can attain Allah's love. So the love that we are talking about is not about a lip service that we claim. It's not about our desire that we keep in our heart only. It's not certain activities that we do imitating or copying the love of other people for other people. It's very, very different. The number one condition is we must love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but this love must come in following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And that's why Prophet sallallahu alayhi wa sallam put a condition on every Muslim, on every one of us. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. None of you will be a true believer until I become more beloved to that person more than his parents, more than his children, and more than whole humanity. So it's unconditional love, and this love should be above all other loves and desires that we have. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam himself explaining this love, he said, whoever observed my sunnah, whoever observed my sunnah, means whoever followed my sunnah, has indeed loved me. And whoever loved me will be with me in Jannah. This hadith recorded in Tirmidhi. Now the level of love, or the ways we love Prophet sallallahu alayhi wa sallam, is so many. But since I was asked to, how should we love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? What's the right way of loving the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Inshallah, I will try to make it short. Number one, we must learn how to love Prophet sallallahu alayhi wa sallam from those people who truly love Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Because unless you have an example to follow, you won't be able to do something right. Unless you have a teacher who guides you what to do in your studies, what you need to do to pass to achieve A grade in your studies, you won't be able to gain A grade in your studies. You need a guidance. You need a person to teach you, to tell you. You may be a good reader, you could pick up a book and read and finish in 2 days. But it's different, very different from learning that book from someone who has the knowledge of the book. The people who knew the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam more than anything, were the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they are our examples. We need to follow them. And how did they love the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Did they get up every morning outside, went out and said, oh people, I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, be my witness, I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam? No, we don't hear one example from any companion calling out like that. But we always see every single companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam fulfilling everything they received. Firstly, learning it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Secondly, acting upon what they learn. Thirdly, teaching it to other people. That was the love. Learning from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, applying it in their life, physically, whether it is dealing, whether it's to do with behavior and akhlaq, and also teaching it to other people. And for that, not only for that, like it's just not learning it, understanding something, memorizing something, and teaching it to other people, is implementing in their life. And for that, they would not hesitate to sacrifice their lives for it. They would not hesitate to sacrifice their family.
they would not hesitate to sacrifice their whole world, whatever they gained, whatever they had. Their only worry was to see themselves whether they have fulfilled or accomplished what they were given by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That was the main concern of every companion. That's why they would feel so scared of leaving or forgetting or not passing on one statement they learned from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because one of the things Prophet sallallahu alaihi wasallam taught them is that you must convey my message to those who come after me. And this was a huge responsibility on the companions. It was not easy to, okay, whoever comes to me asking me to teach them about Prophet, I will teach them. No, they took it in the highest level. They said, it's my job now to take this Islam, the teaching of the Prophet ﷺ, to the whole world. Wherever I could go, I have to go. And that's why Sahabas, after the death of Prophet ﷺ, we find majority of the companions sacrificed their lives, sacrificed their wealth, family, and they sent themselves for exile. We should say it like, they went for exile. Why? To express their love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Second point, that when they expressed their love for the Prophet and when they acted upon the things the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught them, and while they were conveying, they did not exaggerate. They did not add anything, because they felt, okay, I want to do something because I feel good about it. Never. Never. Those who are the people living with the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not dare to add anything, exaggerate in their claim for the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam, because they were also taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that in the name of love, do not cross your limits. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. Do not exaggerate in my love like the Christians exaggerated in their claim of the love for the son of Mary, Isa alayhi salam. But always say about me, Abudullahi wa Rasulah, the servant of Allah and the messenger of Allah. Yes, he is the perfect servant of Allah, no doubt. He is the best of all the creation. He is the leader of the Anbiya, no doubt. Whoever follows him will achieve success, no doubt. But having said that, exaggeration is not right. Whoever exaggerates in the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam does not really fulfill his obligation, rather he decreases or reduces the true love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Because that the action will tell that, you know, whoever claimed love for the Prophet, they haven't loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam in true sense. We are doing better. That is the claim. And whoever claims that, that's the mistake, that you are putting yourself above those upon whom Allah subhanahu wa ta'ala has revealed Quran. Allah was pleased with them. Why? Because they have perfected their love for Allah and they have perfected their love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whether it was to give pledge and sacrifice their lives, they did not hesitate. And Allah subhanahu wa ta'ala has given examples between the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions of Musa alayhi salam, for example. We can see that. When Musa alayhi salam told his people, they were the companions, they claimed love for the Musa alayhi salam. They believed Musa alayhi salam was a true messenger of Allah. But in hardship, in difficult time, when Musa alayhi salam ordered them to follow him, to go to jihad, they said, what? You go with your Lord, fight, we'll wait until you achieve victory and then we follow you. And a similar situation came to the Sahabas before the Battle of Badr. And Prophet sallallahu alayhi wasallam asked the people, what do you think? What did they say? They said, we do not respond to you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, like the followers of Musa alayhi wasallam responded, but we will say
that you just take us, lead us, we will follow you. Even if you take us to the Red Sea, we will not hesitate to go behind you, follow you into the Red Sea. And that is the true love. That means following the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and sacrificing everything, our personal lives, personal gains, for the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the true example of the Sunnah of love. One simple example, I finish that. Just take the example of coming to Salatul Fajr, offering Salatul Fajr in the masjid with Jama'ah. To judge or to decide on our own selves, do I truly love the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Am I in the level of those who claim that I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The answer is very simple, and it's within us. Is there any example that Prophet ever missed Salatul Fajr in his whole life? Did he ever miss the congregation? Did he ever pray Salatul Fajr in his own house while he was in Medina? The answer is very clear. Everyone knows. Then how many times we missed Salatul Fajr in the last month, in the last year? So we are all here to talk about the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, express our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let's take it bit by bit. Yes, we won't be able to reach to the level of companions and fulfill the love, but inshallah, step by step, we will achieve that love inshallah by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Shukran. Abdul Salam, for this beautiful reminder, and it's a really important concept about, you know, learning and then applying what you learn from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and also teaching it to others. Because if you learn and apply, then like you feel that you are a follower of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and if you got that feeling, then your iman will increase, and then your love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam will also increase. So jazakallah khair for these words. Barakallahu. And now we move into an nasheed by Brother Muhammad Al-Rifa'i. That's your son, Sheikh. He's in Sydney, and he would like to participate with a pre-recorded video of nasheed that Zuhair inshallah will play out to us. Jazakallah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا
بالروضة سكنت روحي وان جوار الهادي محمد صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليست أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأنت بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان في عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا
سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاء كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة الوسطى سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاء. وشكرا جزيلا. يعني هو كان بيحب يكون معنا بس الظروف صعبة يعني ما في. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية بيكون معنا بإذن الله. بارك الله فيكم. إن شاء الله بارك الله بك شيخ. As we say in Arabic, ذاك الشبل من هذا الأسد, which you know translates to this cub is from that lion. So that's what we see in Arabic. And mashallah, they have both beautiful voices that are similar. And I got to know that the Sheikh just an hour ago, that the Sheikh, he was actually a munshid in the 80s, and he had his own team and so on. So inshallah, we'll bug him next time so he do some nasheed for us, inshallah. So jazakallah khair, brother Muhammad. Inshallah, we'll see him soon here in Adelaide. And now I'd like to invite Sheikh Amin to say a few words, inshallah. اللي بدك اياه كل شيء حلو منك شيخ امين بارك الله فيك. الحمد لله كما ينبغي فهو الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده المؤمن في كل الظروف. فلو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قر عصوف أو ناله من الأسقام مرض غير معروف لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف. يوسف ويونس وأيوب ويمين بالله محلوف على أنهم والأواه قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف. فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حريص ملهوف على أن يموت عليها ولو ضربا بالسيوف. شهادة تحقق من الله وعدا غير مخلوف فتلحقنا بالموحدين المخلصين لحوق الأصابع بالكفوف وتظلنا بظل العرش إذ الكل بين يدي الحق موقوف. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الموصوف نورا كضوء الشمس من غير سحب أو كسوف. هل سعد الزمان بمثله أو صنوه إلف ألوف أو شرف الكلام بمثل حكمته ثمار وقطوف. لو جاءت الدنيا تسعى في صفوف لزفت الليالي يوم مولده بالدفوف. درة الأيام على مر الزمان عطوف بعبير أنفاس عبقت بها جدران مكة والسقوف. لو أن نبت الأزهار من قطر الندى مألوف لنبت من حبات عرقه من الورود ألوف. لو كان يعلم جده إذ كان بالبيت يطوف حاملا له كم رغمت بمبعثه ألوف. لظل يلهج بالثناء مهللا بغير ملل أو وقوف. ولعلم أن الاسم الذي سماه به مختارا من حروف قد سبق به القرآن وبشهادة الرب محفوف محمد رسول الله.
في سورة الفتح قد نور الحروف. فاللهم صل وسلم وبارك على من زان الوجود بشخصه، وزان الأفواه باسمه، وزان العيون برسمه، وبمثل طيبه أبدا والله لم تحظ الأنوف. ثم أما بعد، I tell you what, I won't be able to translate that, but it's so beautiful. It's so beautiful. تكفيكم المقدمة. بس الشيخ عياض محدد لي 5 دقايق. هو 5 دقايق ضاعوا. بس يكفيني والله أن أشارك في محبة رسول الله. أيها الإخوة، كلمة بسيطة والله وبالعامية، وخلي كده البساط بأحمدي كما يقولون. والله لن يستقيم لنا الدين، ولن تستقيم لنا الحياة، ولن نشعر بالإيمان، ولا بحلاوة الإيمان، ولا بطعم الإيمان، ولا بحقيقة الإيمان، إلا إذا كان حبنا لرسول الله أعلى حب في هذه الحياة، أعلى من حبك لولدك وابنتك وزوجتك وأبيك وأمك ومالك وتجارتك وسكنك والناس أجمعين. واسمع كده ماذا قال الله عز وجل. لا تفتكر أن الكلام ده بتاعي ولا بتاع، لا والله، اسمع كده وتأمل الآية دي عشان تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى قرن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته هو جل جلاله. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم دولت؟ 8. الثمانية دولت أو أي واحدة من الثمانية دولت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. شوف آية مخيفة والله العظيم، أنا بخاف من الآية دي حقيقي، يعني مخيفة جدا. ربنا بيقول لك لو أن حبك لأبيك أو لأمك أو لمالك أو لتجارتك أو لسكنك أو لحالك أو أي شيء في هذه الحياة، لو أي شيء من ذا حبه أعلى في قلبك من حبك لرسول الله، من حبك لله ورسوله، ربنا بيقول لك فتربصوا، انتظروا ماذا يحدث لكم حتى يأتي الله بأمره. شوف ربنا يختم الآية بقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هنا يا إخوة، ممكن الإنسان يعيش في حياته كلها لا يستشعر طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا حقيقة الإيمان. ليه؟ لأن ممكن يكون حبه لرسول الله مش أعلى حب، حبه لعياله أعلى حب، أو للمال أعلى حب، أو للمنصب بتاعه أعلى حب، هذا لا يشعر بحلاوة الإيمان أبدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عشان تعرف أن الإيمان له حلاوة وله طعم وله نور وله حقيقة. كل ده لا يتأتى إلا إذا على حب رسول الله في قلبك على أي شيء في هذه الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له حلاوة ولا ملوش؟ والإيمان له طعم، لأن في حديث ثاني: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم هنا ورسوله. يبقى الإيمان له حلاوة وله طعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اسمع بقى، أول واحدة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واضحة خالص، عايز شرح ديت؟ أن يكون الله ورسوله أحب، أعلى حاجة أحب إليه مما سواهما. أعلى من مين؟ من أبويا؟ أيوة. أعلى من أمي؟ أيوة. أعلى من ابني؟ أيوة. أعلى من مالي؟ أيوة. من بيتي؟ أيوة. من كل شيء أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كلنا يا إخوة بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ هات لحد في الدنيا من أمة النبي ويقول له أنت بتحب النبي، هقول لك لا، مش ممكن. مهما كان وضعه، وأي حد يدعي
ان او لو انت سالت اي حد يقول له انت بتحب النبي يقول لك ايه، يقول له لا انت مش بتحب النبي، عمره ما هيقبل منك. وانا اول واحد يدعي، انا اقول ايوه انا بحب النبي، وانت لو اتهمتني انا مش بحب النبي اقول لك لا واتعارك معاك. وانت كذلك كلنا بنحب النبي صح، بس خلي بالك كلنا بنحب النبي عندنا اصل المحبه في قلوبنا للنبي، اصل المحبه. لكن انا مش بتكلم عن اصل المحبه، انا بتكلم عن ايه، ان حب النبي ده في قلبك ايه اعلى حب. اصل المحبه كلها في قلوبنا مهما كان وضعنا ومهما كان حالنا، واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في واحد كان بيشرب خمر وبيحب النبي، واحد من الصحابه لعنه، كل حبه يجي يشرب الخمر يضربوه فلعنه، قال لعنه الله عليه، كل حبه يجي عشان يجلد في الخمر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، بعده بيشرب ايه؟ بيشرب خمر، لان عنده ايه؟ اصل الايه؟ اصل المحبه، على الرغم انه بيعمل ايه؟ مرتكب كبير اهو بيشرب خمر اهو، لان عنده اصل المحبه. لكن احنا مش بنتكلم عن اصل المحبه، احنا بنتكلم على ايه؟ اعلى بقى، الاعلى اللي ربنا قال ايه؟ احب اليكم من الله ورسوله. شوف بقى انا هختم كلامي بكلام ابن حجر وانا نقلته لكم الان، وكتبت اهوت عشان ما تقولش حاجه بيجيب من دماغه ولا حاجه. ابن حجر عليه رحمة الله بيقول إيه؟ بيقول محبة النبي نوعان، محبة النبي كم نوع؟ نوعان، محبة حكمها الوجوب ومحبة حكمها الإيه؟ الندب. يبقى محبة النبي حكم لها كم حكم؟ كم نوع؟ نوعين، محبة حكمها فرض ومحبة حكمها الإيه؟ الاستحباب. خلاص؟ طيب إيه بقى المحبة الواجبة وإيه المحبة الفرض للنبي عليه السلام؟ إيه علامتها بقى؟ إيه المحبة اللي هي واجبة؟ شوف اسمع كده، قال المحبة اللي حكمها فرض، قال ابن حجر هو ما يحمل العبد على امتثال الواجبات وترك المحرمات. دي المحبة الإيه؟ الفرض، اللي هي تخليك تعمل إيه؟ تعمل الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها وتترك الإيه؟ وتترك المحرمات. طب انت لو قصرت في الواجبات وفعلت المحرمات او بعض المحرمات يبقى انت ايه؟ ما حبيتش النبي المحبه الايه؟ الواجبه والمحبه الايه؟ المفروضه، فضلا عن المحبه الايه؟ المندوبه. شفت بقى؟ فبيقول لك ايه؟ وما يحمل العبد على امتثال الواجبات وترك الايه؟ المحرمات. دي المحبه الايه يا اخوانا؟ الواجبه. طيب ايه يا رسول الله، ايه بقى المحبه الثانيه؟ ايه النوع الثاني من المحبه؟ قال لك المحبه الثانيه المحبه المستحبه، اللي هي ايه؟ قال التي تحمل العبد على فعل السنن كفعله للواجبات، ها، ويترك المكروهات كتركه للمحرمات. دي اسمها المحبه الايه؟ المندوبه او المستحبه، اللي هي تخلي العبد يعني يعمل ازاي؟ يفعل السنن، ياتي بالسنن كانه بيعمل ايه؟ كانه بيعمل فرض. يعني شوف، حريص على السنه كحرصه على الايه؟ كحرصه على الفريضه، وفي نفس الوقت بيترك المكروهات مش المحرمات، خلي بالك، ها؟ بيترك الايه؟ المكروهات كتركه للايه؟ للمحرمات. دي اسمها الايه؟ النوع الثاني من المحبه، اللي هي اسمها المحبه الايه؟ المندوبه. والمحبة المندوبة ديت لها أصل من الدين. هي إيه بقى؟ إيه الدليل بالحبة المندوبة ديت؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ إمتى الساعة؟ فالنبي قال ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير، صلاة ولا صيام ولا صدقة. أوعى تفتكر إن الرجل ده كان مقصر في الفرائض، مش بيصلي مثلا، لا، او مقصر في الصيام، لا، او مقصر في الزكاة، لا. امال بيتكلم عن ايه؟ عن النوافل، عن الزيادات. مشكلته كلها في الايه؟ في الزيادات. ما اعددت لها كثير، كثير من ايه؟ من المندوبات. يعني خلاص كده، ما اعددت لها كثير، ايه؟ صيام صدقة، صيام صدقة، صلاة، خلاص كده، ولكني احب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. طب إذن أنت مع من أحببت؟ طب قال له أنت مع من أحببت؟
على الرغم ان هو بايه مقصر في الايه ايه مش في الواجبات في النوافل خلاص كده مقصر في النوافل فيبقى اذا المعنى كده محبة النبي يا إخوة الفرض اللي هي إن أنا أعمل الواجبات اللي ربنا أمرني بيها وأترك المحرمات ففي الوقت اللي أنا بقى إيه هقصر في الإيه في الفرائض أو الواجبات أو هرتكب للمحرمات يبقى أنا ما وصلتش لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إيه الواجبة خلي بالك هختم كلامي بكلمة واحدة بس بعد ما تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم عليه رحمه الله بيقول دعوة محبة النبي ادعاها الكثير كل الناس بتدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام لكن عندنا آية في القرآن الكريم بتبين لك بقى المحبة الحقيقية والصدق في المحبة قال الله فيها قل إن كنتم تحبون الله تعملوا إيه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال ابن القيم وفي الآية كم محبة محبتين النوع الأول من محبة محبتك أنت لرسول الله والنوع الثاني من المحبة محبة الله لك فإذا كنت محبا لله فإذا كنت محبا لرسول الله ليس هذا معناه أنك محب رسول الله بل هذا معناه أن الله هو الذي يحبك لأن ربنا يقول إيه قل إن كنتم تحبون الله تعملوا إيه فاتبعوني يحببكم مين يحببكم مين يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يملأ قلوبنا جميعا بمحبة الله ورسوله اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم هو أعلى حب لنا في هذه الحياة يا رب العالمين وتوفنا وأنت راضي عنا واختم لنا بالإيمان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أمين على هذا الكلام الطيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنها ويقولون القول فيتبعون أحسنها إن شاء الله نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لأخينا الدكتور أحمد أبو حلوة مدير معهد الفجر لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم بارك الله فيه أخونا الدكتور هو حافظ ومجاز في القراءات جزا الله خيرا أخونا الدكتور أحمد أبو حلوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض
إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. This is for those who doesn't speak Arabic. The Ajam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever sends blessing upon me, Allah will send blessing upon him tenfold." This hadith is in Sahih Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Karim ya Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam came to Medina, he was greeted with this song. طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ طَلَعَ الْبَدْرُ الشكر علينا ما دعا لله دعا. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وانجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. رسول الله
حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Oh, you who were raised among us, coming with the word to be obeyed, you have brought to this city nobleness. Welcome, best scholar, to God's way. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أو رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد Qatadah reported, I said to Aisha, O mother of the believers, tell me about the character of Messenger of Allah, peace be and blessing, peace and blessing be upon him. Aisha said, have you not read the Quran? I said, of course. Aisha said, verily, the character of the Prophet of Allah was the Quran. Just like Sheikh Abdul Salam said in his reminders, that we have to follow in everything we do. And this nasheed is about following whatever he's doing. Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiles, beloved of Allah. Muhammad the brave, Muhammad is the one, he is the seal of the prophets of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. I wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, pray my salah just like you. I wanna be like you in everything I do, Ya Rasulullah. Muhammad is the light, Muhammad so gentle, Muhammad the radiant creation of Allah. Muhammad the humble, Muhammad so generous, Muhammad the faithful, the closest to Allah. Muhammad the honest, Muhammad the considerate, Muhammad the loving, a friend of Allah. Muhammad the trusted, Muhammad is the one, the last messenger of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. I wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah.
I wanna smile like you, breathe like you, pray my salah just like you. I wanna be like you in everything I do, Ya Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Rasulullah. Be like Muhammad, live like Muhammad, see like Muhammad did. Be like Muhammad, sleep like Muhammad did, give like Muhammad gave. Muhammad the shepherd, Muhammad the orphan, Muhammad ibn Abdullah protected by Allah, Muhammad al-Bashir, Muhammad al-Nazir. He spread the deen of Islam, Shafi'ullah, Habibullah, Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah, friend of Allah, Ya Rasulullah. الله. السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ إن شاء الله بالتلاوة من نهاية سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا الأزمات يغمرني شعور أنني السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسوم صاغها الكذب ولا عامت محافلنا دعاوى عافها الأدب رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب إلى الإسلام يا دنيا لقد أعددت أولادي لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي شبابا أولع حبا به إذ نورهم بادي لكل الناس مذ صاغوا من القرآن أحفادي رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب رأيت الناس في حب لدين الحق تنشره رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب فهيا يا شباب الجيل للإسلام نظهره بأجمل حلة حتى يشد الناس مظهره فإما انشد للإسلام من قد كان ينكره رأيت الناس في حب لدين الحق تنشره رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب
رسول الله عذرا حبيب الله عذرا 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 لما يبدو من التقصير في حق الإله عذرا فما بقيت لنا من هيبة تعالي الجباه عذرا فمن إلاك نور عز في الدنيا ضياء عذرا رسول الله عذرا حبيب الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله 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 لا إله إلا الله مساكنك الشعث قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى الله 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 لا إله إلا الله فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا عصبة مثلنا الله 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 لا إله إلا الله رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله 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 لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فعن حمد زادي أنا في غنى الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صن قلبي عن نزغة فيا ربي صن قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون نورا لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون حياة لنا الله الله الله
الصفا صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون